السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أمل المديني، عضو في برنامج التعقيم الطبي بديوان الوزارة. في هذه المحاضرة سوف نتحدث عن مكافحة العدوى وتصميم وحدات التعقيم في المراكز الصحية الأولية. في هذه المحاضرة سوف نتحدث عن مكافحة العدوى بوحدات التعقيم، نظافة الأيدي، أدوات الوقاية الشخصية، حماية الجهاز التنفسي وآداب السعال، النظافة البيئية والسلامة المهنية، بالإضافة إلى تصميم وحدة التعقيم داخل مراكز الرعاية الأولية. الهدف من وحدة التعقيم في مراكز الرعاية الأولية هو إيقاف انتشار العدوى التي تنتقل عن طريق الأدوات الجراحية بعد الإجراء الجراحي مباشرة، حيث تكون ملوثة. يجب إعادة تعقيمها بشكل صحيح، حيث أن عدم تعقيمها بشكل صحيح أو بطريقة غير صحيحة يمكن أن يسبب في انتقال العدوى. أيضا يجب على موظفي وحدة التعقيم التأكد من أن العناصر المستخدمة في رعاية المرضى بما في ذلك الأدوات والمعدات خالية من الكائنات الحية وخالية من الملوثات التي يمكن أن تنتقل عن طريق هذه الأدوات إلى المريض، وبالتالي ممكن تسبب له انفكشن أو عدوى. باتباع الممارسة الصحيحة يمكننا توفير أداة سليمة وآمنة لاستخدامها على المريض. من أهم الإجراءات التي يجب اتباعها هي نظافة الأيدي. تعتبر نظافة اليدين خطوة أساسية لمنع انتقال العدوى في المرافق الرعاية الصحية وأيضا في وحدة التعقيم، فيجب علينا تطبيق نظافة الأيدي في وحدة التعقيم. عند بدء الإجراءات ونهايتها وخلالها يجب على موظفي وحدة التعقيم ممارسة نظافة الأيدي بطريقة صحيحة. نظافة الأيدي لها نوعين، يا إما بغسل يدوي بالماء والصابون، والطريقة الثانية هي فرك اليدين بالكحول. محطات غسيل اليدين أو الورك ستيشن يجب أن تكون متوفرة، بما في ذلك الصابون والمناشف الورقية، وأيضا يجب أن تكون معقمات الأيدي موزعة على كافة المرافق ومن ضمنها وحدة التعقيم. يجب أن تكون محطات غسيل الأيدي موجودة في منطقة إزالة التلوث أي داخلها أو عند مدخل المنطقة. يجب أن تكون أيضا محطات غسيل الأيدي موجودة بالقرب من مدخل المنطقة النظيفة، ولكن ليس داخل المنطقة النظيفة وليس داخل مخزن الأدوات المعقمة، حتى نمنع أي رذاذ ما قد يؤثر على تعقيم الأدوات الناتج من محطات غسيل الأيدي. يجب غسل اليدين بالماء والصابون من مدة 40 ثانية إلى 60 ثانية على الأقل. هنا نجي نتكلم عن طريقة غسل اليدين. أول شيء نبلل اليدين بالماء، بعدين نحط الصابون ونفرك اليدين لين تتكون عندنا رغوة. بعد كذا نحط اليد اليمنى فوق اليد اليسرى ونفرك ونشبك الأصابع ونعمل العكس باليد الثانية. بعد كذا نحط اليدين بشكل معاكس وأشبك الأصابع وأفرك أيضا بينهم، وبعد كذا أجمع أصابع اليد اليمنى وأفرك بشكل دوراني يكون راحة اليد اليسرى، والعكس يكون نفس الشيء. أغسل بعدها يديني بالماء وأجفف يدي، ونستخدم نفس المنشفة اللي استخدمناها في تنشيف اليد بإغلاق الصنبور. وكذا أنا أكون طبقت طريقة غسيل اليد بشكل صحيح. هذه الصورة توضح لي أيضا بشكل أدق نظافة اليدين، أو يعني توضح لي بالصور الطريقة الصحيحة. هي عبارة عن 11 خطوة زي ما شرحناها في الشريحة السابقة. طبعا يكون الدوريشن اوف ذا انتر بروسيجر، مدة غسيل اليدين من 40 ل 60 ثانية. طيب متى يجب تطبيق
غسيل اليدين في وحدة التعقيم. أنا عندي نقاط يجب فيها أو يجب أن يتم فيها عمل غسيل اليدين في وحدة التعقيم. أول شيء الدخول والخروج من المنطقة المتسخة والملوثة. قبل ما أدخل ولما أخرج من المنطقة يجب عمل غسيل اليدين. قبل وضع وخلع الملابس الوقائية أو الـ PPEs. أيضا عندما تتسخ اليدين أو تتلوث، يعني في حال تمزق عندي اللي هو القفاز أو يعني أي كانت حالات اللي هي تتلوث فيها اليدين، لازم أشيل القفاز وأعمل غسيل اليدين. يجب غسل اليدين في حالة تمزق القفازات زي ما تكلمنا عنها سابقا، أو مع تراكم السوائل داخل القفاز أثناء عمل الغسيل اليدوي للأدوات، قبل وبعد استخدام دورة المياه، و أيضا عند تناول الطعام في غرفة استراحة الموظفين قبل وبعد تناول الطعام، وأيضا قبل الدخول إلى أي منطقة عمل نظيفة أو لمس أي عبوات معقمة يجب عمل غسيل لليدين. بالنسبة للجل الكحولي المستعمل في تطهير اليدين يحتوي من 70 إلى 80% أيزوبروبانول اللي هو المطهر نفسه، 1% جلسرين، وأقل من 1% 0.02 فيتامين إي. هذا بالنسبة لمكونات الجل الكحولي المستخدم. بالنسبة لأنواع موزعات الجل في نوعين، ممكن أنه يعلق على الجدار أو العلبة نفسها حقت الجل الكحولي توضع على الطاولة. بالنسبة للجل الكحولي المعلق على الجدار يجب أن يكون بالقرب من مناطق العمل، يعني بالقرب مثلا من الورك ستيشن، منطقة فحص الأدوات، بالقرب مثلا من منطقة غسيل الأدوات، يعني يكون بالقرب من مناطق اللي يتم فيها عمل وغسيل أو فحص الأدوات. يجب أن تتم عملية تطهير اليدين من 20 إلى 30 ثانية. في هذه الشريحة نتكلم عن طريقة تطهير اليدين. طبعا في فرق بين غسيل اليدين وتطهير اليدين. غسيل اليدين يتم بالماء والصابون، وتطهير اليدين يتم بالجل الكحولي. أو الخطوة هي: املأ رائحة يدك بالمطهر الذي يغطي سطح اليد بالكامل، ونفس الشيء نفرك راحة اليدين معا. بعد كذا وضع راحة اليد اليمنى فوق ظهر اليد اليسرى والفرك مع تشابك الأصابع، وعمل العكس أيضا باليد الأخرى حتى يعني ننظف منطقة الأصابع. وضع الأصابع بشكل متشابك في وضع عكسي، وأيضا الفرك بين الأصابع، فرك الإبهام الأيسر بالتناوب في راحة اليد اليمنى وعمل العكس باليد اليسرى، وبعد كذا يكون في فرك دوراني نفس طريقة اللي هو غسيل اليدين، فرك دوراني للخلف والأمام بأصابع اليد اليمنى في راحة اليد تكون المشدودة الأصابع في راحة اليد اليسرى، وعمل العكس باليد الأخرى. الآن أصبحت اليدين آمنة بمجرد أن تجف. هنا صورة توضح أيضا عملية تطهير اليدين بالصور، عبارة عن 8 خطوات موضحة بالصور. وزي ما قلنا أنه مدة عملية تطهير اليدين تأخذ من 20 إلى 30 ثانية. متى يجب تطبيق عملية تطهير اليدين؟ أول شيء قبل عملية فحص وترتيب الأدوات النظيفة يتم عملية أو تتم عملية تطهير الأيدي قبل تفريق أو تحميل العبوات ووضعها في جهاز التعقيم. يعني أنا قبل ما أحط أدواتي اللي هي النظيفة والمغلفة في جهاز التعقيم أقوم بتطبيق عملية تطهير اليدين. بعد توزيع الأدوات على العيادات وما إلى ذلك يجب أن تتم عملية تطهير اليدين بعد ملامسة العينين، الأنف والفم، أو ملامسة قناع الوجه أو الماسك، أو لمس عنصر أو سطح يلمس بشكل متكرر من قبل موظفين آخرين، يعني مثل مقابض الأبواب، الطاولات، الهواتف ومقابض الأرفف، جميعها بعد ما نقوم بملامستها يجب أن تتم تطبيق أو يتم تطبيق عملية تطهير اليدين. نجي نتكلم عن أهم أيضا اللي هي الستاندرد بريكوشن أو الاحتياطات التي يجب اتخاذها داخل وحدة التعقيم، وهي ارتداء الأدوات الوقاية الشخصية.
هي ملابس يجب ارتداؤها للحماية من انتقال الأمراض المعدية، وأيضا يجب حماية العاملين بوحدات التعقيم بأدوات الوقاية الشخصية من أجل الحيلولة دون التعرض للدم والمواد الأخرى التي يحتمل أن تكون خطرة بشكل حاسم وتكون أيضا ناقلة للعدوى. أيضا يجب على العاملين بوحدات التعقيم اختيار أدوات الوقاية الشخصية المناسبة لهم، ويجب أن يتلقوا التدريب عليها، أنه متى يتم استخدامها، أي وقت يتم استخدامها، كيف يتم استخدامها، هل تستخدم بشكل كامل، هل في أدوات معينة يتم استخدامها، وأيضا معرفة ما هي ملابس الوقاية التي يجب استخدامها في كل منطقة، لأن كل منطقة لها ملابس وقاية شخصية معينة. أيضا من أهم النقاط التي يجب أن يكون العاملين على دراية ومعرفة بها أن أو أهمية معدات الوقاية الشخصية في كل منطقة لحماية أنفسهم من المخاطر المحتملة الموجودة في الأجهزة أو الأدوات الملوثة، لذلك يجب ارتداء أدوات الوقاية الشخصية. يجب اختيار معدات الوقاية الشخصية المناسبة لكل منطقة بناء على متطلبات كل منطقة. أيضا يجب ارتداء وخلع معدات الوقاية الشخصية بالترتيب الصحيح والحد من الأسطح والأشياء التي يمكن لمسها أثناء ارتداء معدات الوقاية الشخصية. هذا الجدول توضيحي يوضح هي الأدوات التي يتم استخدامها وهو تعريفها، وأيضا صور توضيحية لهذه الأدوات، مثل عندنا القفازات تعمل على حماية اليدين، الرداء الواقي أو اللي هو الجاون يعمل على حماية الجلد والملابس، بالإضافة إلى الكمامة تعمل على حماية منطقة الفم والأنف. بالنسبة للنظارات الوقائية تعمل على حماية العينين، واقي الوجه يعمل على حماية الوجه والأنف والفم والعينين. هذه الشريحة توضح الترتيب الصحيح لارتداء وإزالة أدوات الوقاية الشخصية. بالنسبة للترتيب الصحيح لارتداء أدوات الوقاية الشخصية، نبتدئ أول شيء بالرداء الواقي أو اللي هو الجاون، بعد كذا الكمامة الماسك، بعد كذا النظارات الوقائية أو واقي الوجه اللي هو الفيس شيلد، بعد كذا القفازات. بالنسبة للترتيب الصحيح لإزالة أدوات الوقاية الشخصية، دائما نبدأ بالجلوفز أو اللي هي القفازات، بعد كذا الرداء الواقي، بعد كذا النظارات الوقائية أو واقي الوجه، وبعد كذا الكمامة أو الماسك. هنا عندنا صورة توضح طريقة ارتداء وإزالة أدوات الوقاية الشخصية مع الصور. هذه الشريحة تتكلم عن أيضا واحدة من الاحتياطات التي يجب اتخاذها، هي حماية الجهاز التنفسي أو آداب السعال. هي تدابير وقائية تطبق للحد من انتشار مسببات الأمراض التنفسية، والتي تنتشر إيش عن طريق الرذاذ الناقل للعدوى، يعني عن طريق السعال أو العطاس. أيضا هنا صورة توضح الطريقة الصحيحة لتغطية الأنف والفم أثناء عملية السعال أو العطاس للحد من انتقال الرذاذ الذي يكون قد أو الذي قد يكون ناقل للعدوى. أيضا من أهم الأشياء التي يجب اتباعها داخل وحدة التعقيم هي اللباس المخصص، حيث يجب على العاملين داخل وحدة التعقيم ارتداء ملابس جراحية نظيفة، أحذية مخصصة، وغطاء للرأس. يتم تغيير الملابس يوميا أو خلال اليوم حسب الحاجة، إذا كانت مبللة أو ملوثة بشكل واضح، في حال يعني كان يتم تطبيق عملية غسيل اليدين وتبللت هذه الملابس فيجب تغييرها. أيضا يجب على العاملين ألا يرتدوا المجوهرات والساعات على اليدين أو الرسغين، لأنها قد تكون مجمع للملوثات. يتم تغيير الملابس المخصصة لوحدة التعقيم وارتداء الملابس الشخصية الاعتيادية عند مغادرة مرفق الرعاية الصحية. أيضا يجب أن يحافظ الفنيون دائما على أظافرهم قصيرة ونظيفة في جميع الأوقات، ولا يسمح باستخدام طلاء الأظافر.
أيضا من أهم المواضيع التي يجب أن نتحدث عنها في هذه المحاضرة هي النظافة البيئية. طبعا لازم تكون المنظفات والمطهرات البيئية معتمدة من وزارة الصحة. لا يسمح بالتنظيف البيئي أثناء عملية التعقيم نظرا لاحتمال انتشار الغبار في الأجهزة الطبية القابلة لإعادة الاستخدام أو الأدوات الجراحية. يعني أنا لما يكون في عندي عملية تعقيم سواء كان تغليف وما إلى ذلك، ما يكون في عملية تنظيف للمكان في نفس الوقت. لازم أن تكون عملية التنظيف، يعني يكون ما في عمل أو ما في عملية للتعقيم نظرا لاحتمال انتشار الغبار والملوثات على الأدوات. يجب تطبيق طرق التنظيف البيئية بانتظام كالتالي: أول شيء، يتم تنظيف الأرضيات المسح المبلل لها على الأقل بعد كل عملية إزالة تلوث في منطقة إزالة التلوث. يعني بعد كل عملية مانوال كلينينج أو العملية اللي هو الغسيل اليدوي والانتهاء منها، يكون في عملية تنظيف للأرضيات. يتم تنظيف الأرضيات والمسح المبلل على الأقل بعد كل مناوبة في المنطقة النظيفة أو منطقة الفحص والتغليف. يتم تنظيف الأسطح العالية عالية اللمس وتطهيرها أفقيا على الأقل في بداية ونهاية كل مناوبة، وعندما يكون هناك أي تلوث عرضي يتم عملية التنظيف. يجب تنظيف أحواض التطهير وتطهيرها بعد كل مناوبة وتكرار التنظيف حسب الحاجة. أحواض التطهير اللي هي السنك، الأحواض التي تتم فيها عملية الغسيل اليدوي. تنظيف طاولات العمل قبل وبعد بدء عملية الفرز في المنطقة الملوثة أو عملية الفحص في المنطقة النظيفة. يعني أنا لما أبدأ قبل ما أبدأ أي عملية سواء كانت تنظيف يدوي في المنطقة الملوثة أو كانت سواء فحص للأدوات في المنطقة النظيفة، أسوي تنظيف أو مسح لطاولة العمل التي سوف أعمل عليها. أيضا يتم تنظيف الخزائن، الأرفف والجدران وتركيبات الإضاءة وفتحات التهوية والأسقف وفقا لجدول زمني منتظم أو جدول زمني معين، يتم بالتعاون مع القسم والجهة المسؤولة. يجب تخصيص معدات التنظيف اللي هو الممساح والدلاء لكل منطقة عمل يكون لها معدات تنظيف خاصة. التخزين المناسب لمعدات التنظيف بعد الاستخدام يجب أن يظل نظيفا وجافا، اللي هو المخزن نفسه يجب أن يكون نظيف أيضا. يجب توثيق أنشطة التنظيف عن طريق سكادجول أو عندي جدول يكون فيه توثيق لهذه الأنشطة. يجب أن تكون جميع الأسطح البيئية نظيفة وخالية من الأتربة والحشرات، وأيضا يجب أن يكون تسلسل التنظيف من المناطق النظيفة إلى المناطق المتسخة ومن المناطق المرتفعة إلى المناطق المنخفضة ومن الأقل إلى المناطق الأكثر تلوثا. أيضا من أهم النقاط التي يجب التحدث عنها هي السلامة المهنية، حيث أن العامل في وحدة التعقيم من المحتمل أن يصاب بجرح من الأدوات الحادة التي ممكن أن يستقبلها في وحدة التعقيم، فيجب تحصين جميع العاملين بوحدات التعقيم بالكامل وفقا للوائح الصحة المهنية. في حال حدوث حالة إصابة وخز بالإبرة أو بأداة حادة، يجب غسل الجرح بالماء الجاري، يعني وضعه تحت الماء الجاري وغسله. لا نفرك ولا نضغط على مكان الجرح، نجفف الجرح ونقوم بتغطيته بضمادة أو ضماد مقاومة للماء. أيضا إبلاغ الشخص المسؤول أو السوبرفايزر في الوحدة، زيارة عيادة صحة الموظفين وعمل التحاليل المطلوبة. أيضا النقطة الثانية التي سوف نتحدث عنها اللي هي المخاطر الكيميائية والبيولوجية. طبعا المنظفات الكيميائية عندنا لازم يكون عليها تاريخ اللي هو الفتح، ويجب تخزينها والتعامل معها بشكل مناسب. أيضا لازم يكون عندي صحائف اللي هي بيانات السلامة اللي هو الـ SDS للتعامل أو لكيفية التعامل مع المواد الكيميائية المستعملة داخل الوحدة.
وحدة وأنها تكون متاحة للجميع. طبعا لازم أتبع إجراءات وبروتوكولات الطوارئ، التعامل مع الانسكابات البيولوجية، يجب أن تكون مجموعة أدوات الانسكاب أو اللي هي سبيل كيت تكون متاحة في منطقة إزالة التلوث، ويجب تدريب موظفي وحدة التعقيم على كيفية استخدامها عند الحاجة. أيضا يجب على الممارسين اتباع تعليمات الـ SDS اللي هي صحائف أو بيانات السلامة المذكورة فيها جميع التركيبات للمواد المستخدمة في الوحدة وطريقة التعامل معها. في حالة ملامسة الملوثات للعينين نشطفها برفق لمدة 30 ثانية على الأقل بالماء في محطة غسل العين، أو باستخدام اللي هي الزجاجة الخاصة بغسل العين في حالة الطوارئ. إذا تم رش الدم أو سوائل الجسم في الفم أو الفتحات الموجودة في الوجه نقوم بإخراجها ثم نشطفها بالماء عدة مرات. من أهم المواضيع التي يجب أن نتحدث عنها هي التعامل مع النفايات الطبية. طبعا يجب أن تكون عندنا الحاويات هي الصفراء والحاويات الحادة والحاويات السوداء العادية متوفرة بأداة كافية، وأن تكون موجودة في مكان يسهل الوصول له. يعني أنا عندي 3 أنواع من الحاويات، عندي الحاوية السوداء العادية وعندي الحاوية الصفراء وعندي اللي هي الحاوية الحادة للأدوات الحادة. يجب التخلص من جميع معدات الوقاية الشخصية المستخدمة داخل حاويات النفاية العادية اللي هي الحاويات السوداء. توفير حاويات النفايات العادية اللي هي الحاويات السوداء في كلا المنطقتين اللي هي منطقة إزالة التلوث والمنطقة النظيفة بوحدة التعقيم. أما تكون حاوية النفايات الخضراء اللي هي الحاوية الصفراء يتوجب وجودها فقط في المنطقة الملوثة لأنها خاصة فقط في اللي هي النفايات اللي تكون موجودة في المنطقة إزالة التلوث. يجب التخلص من عبوة المؤشر البيولوجي وهو البي آي والأدوات ذات الاستخدام الواحد في حاويات النفايات الخطرة اللي هي الحاويات الصفراء الموجودة بمنطقة إزالة التلوث. يجب التخلص من جميع الأدوات الحادة مثل الإبر والشفرات في الحاويات أو في حاويات النفايات الحادة، ويجب فصل النفايات بدقة بحيث لا توجد نفايات طبية داخل حاويات النفايات العادية. يعني لازم نتأكد من عملية الفصل. وأيضا الاعتبار اللي لازم نمشي عليه اللي هو يجب عدم ملء أكياس النفايات الطبية والصناديق الحادة أكثر من اللازم، يعني يكون 3/4 الكيس ويجب إزالته والتخلص منه. هذه الشريحة تتكلم عن تصميم وحدة التعقيم في مراكز الرعاية الأولية. بالنسبة لتصميم وحدة التعقيم يجب أن يكون في وحدة التعقيم حواجز بين المنطقة النظيفة والمنطقة الملوثة أو منطقة إزالة التلوث. يجب أن تكون الجدران مغطاة أو مطلية بطلاء ناعم يمكن تنظيفه وتعقيمه بشكل متكرر، يعني يكون هذا الطلاء أو هذه الجدران سهلة التنظيف بشكل متكرر. لا يسمح بالنوافذ في كلا المنطقتين، وإذا كان موجود فيجب إغلاقه بشكل دائم. توفر مساحة في وحدة التعقيم لاستلام الأدوات دون انتشار العدوى، ومنطقة لتسليم وتوزيع الأدوات المعقمة دون تأثر سلامة تعقيم الأدوات. يعني لازم يكون أنا عندي مساحة لاستلام وتسليم الأدوات بحيث أني أنا أحافظ على أدواتي معقمة. يجب أن يكون السقف مغلق بشكل محكم ويمنع وجود أي ثقوب أو ديكورات عليه. يجب أن تكون الأبواب مصنوعة من مادة متينة وناعمة وأيضا تكون قابلة للتنظيف. يجب أن تكون الأرضيات مصنوعة من مادة ناعمة تتحمل التنظيف والتعقيم اليومي باستخدام المنظفات والمطهرات المعتمدة من وزارة الصحة. يعني الحين أنا عندي الأرضيات لازم تكون قابلة للتنظيف والتعقيم وتتحمل الموظفات والمطهرات اللي تستعمل عليها. هذه صورة توضح تصميم وحدة التعقيم في مراكز الرعاية الأولية، عبارة عن منطقتين، عندي المنطقة الملوثة أو منطقة إزالة التلوث يكون فيها طاولة الاستلام، يكون فيها مغسلة للأيدي، ويكون فيها مغسلة مزدوجة لعملية التنظيف اليدوي،
ويكون في هاتش ويندو اللي هي النافذة اللي تفصل بين منطقة إزالة التلوث والمنطقة النظيفة. المنطقة النظيفة يكون فيها طاولة للتحضير، طاولة للتعقيم، ومنطقة لاستلام الأدوات. ويكون هنالك منطقة ثالثة للتخزين، ويكون فيها أرفف لتخزين الأدوات المعقمة. أيضا من أهم النقاط التي يجب اتباعها داخل وحدة التعقيم هي حركة الموظفين وسير العمل. يجب أن تتم إعادة معالجة الأدوات الجراحية في وحدة التعقيم، ولا يتم أي إجراء من ناحية التنظيف والتطهير والتعقيم داخل العيادات. وحدة التعقيم يجب أن تكون بعيدة عن الممرات الرئيسية، والوحدة يجب أن تكون للمصرح لهم فقط، إنه يعني يكون الناس مصرحة لهم للدخول. وحدة التعقيم يجب أن تكون مقسمة إلى منطقة ملوثة ومنطقة نظيفة زي ما قلنا، لمنع انتقال العدوى بين المنطقتين والحفاظ على سلامة تغليف وتعقيم الأدوات. يجب أن يكون سير الأدوات والعمل من المنطقة الملوثة إلى المنطقة النظيفة، يعني أنا عندي أستلم أدوات من المنطقة الملوثة وتروح لي بشكل سير، خط سير واحد إلى المنطقة النظيفة، يعني من المانيوال كلينينج، وبعد كذا الهاتش ويندوز أو اللي هي النافذة التي تفصل بين المنطقتين، وبعد ذلك المنطقة النظيفة للفحص والتغليف، وبعد ذلك للتعقيم زي ما هو موضح في الصورة. هذا جدول يوضح لي الظروف البيئية المطلوبة في وحدة التعقيم من ناحية الحرارة والرطوبة والضغط. في منطقة إزالة التلوث يجب أن تكون درجة الحرارة من 18 إلى 20 سلسيوس، الرطوبة تكون من 30 إلى 60، والضغط يكون سالب نيجاتيف. بالنسبة للمنطقة النظيفة أو منطقة التغليف والتعقيم، درجة الحرارة من 20 إلى 23، الرطوبة من 30 إلى 60%، والضغط يكون عندي موجب.